السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يومك سعيد وكل عام بخير. أسعد الله أيامك، كل عام وأنت بخير وبصحة وعافية، وإن شاء الله الأمن والأمان. نتمنى للعراقيين جميعا بهذه المناسبة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نتمنى الخير والبركة للأمة الإسلامية جمعاء والعراق خاصة اللي يمر بهذه الظروف الصعبة. أخواني يعني الوضع لا، خدمات ما موجودة بالبلد، يعني أبسط شيء هاي المقبرة، هاي صار لها 30 سنة، هذا شارع ما مبلط بيها، شارع صعوبة بالتنقل، يعني صعوبة بشكل بالتنقل، يعني لا إنارة بالمقبرة، لا أحد يقدر يزرع فرد شيء نباتات، يعني هسه شوف المقابر بالدول الأجنبية. تجون من الصبح أنت تجون؟ إحنا نجي من الصبح دائما، بعد الدنيا ليل نجي إحنا بعد أذان الصبح نجي نزور المقابر، نزور موتانا. كل سنة إحنا بهذا يعني بهاي الفترة وبأيام العيد والمناسبات نجي من الصبح، لأنه يعني شوف الازدحام يا أخي، شوف الازدحام، الوضع فرد مرة متدهور. حجية إحنا سوين؟ إحنا مقبرة التلفزيون. اليوم زايرة المقبرة منو؟ جيت أزور ابني وأبو ولادي حميتينك أبوي الله يرضى عليك، مغفور لهم الله يرحمهم، ومن الدعاء ومنكم الدعاء. آمين يا ربي، آمين يا ربي، يرحمه ويسع قبره مجعله وروضة من رياض الجنة يا ربي إن شاء الله. شلون شفتي المقبرة بالدخول؟ والله شحاله، والله على ما فتت بشاك كنت بزور يا ابني، أشو ما يحتاج. نطلب من الحكومة المحلية والمركزية يدحون على هالشارع علينا خاطر هالبيتين النايمين. بعض المقابر يعني خارج العراق تلاقين زارعين ورد ما شاء الله، شلونك مقابر بتركيا يعجبك تقعد تحط الفرشة وتقعد بيها، احنا مقابرنا اشحالها والحمد لله على كل حال. اريد بس الله يطفيها ويوحدنا، وحد الإسلام وحد العراقيين، وجعل الأمن والأمان إن شاء الله عليهم يا ربي. احكينا هسه احنا وين وشنو المعاناة؟ والله هاي المقبرة مقبرة يسموها مقبرة التلفزيون. المعاناة إنه هذا الشارع هذا سعد اليصيف بيها مجال نعبر، بس بالشتاء ما نقدر نجي، هذا طين كله. ومثل ما قال الأخ مي ما متوفر، النظام ماكو، يعني وضعية كثيفة. أنتوا دائما يعني كل عيد تجون هنا حتى تقرون سورة الفاتحة على الميتين؟ نعم، نحن يعني عادة تقاليد مالنا كل عيد، يعني مصباح العيد نجي نزور، يعني نطلع المقابر نزور يعني الأقارب، يعني الموتى مالنا، يعني عادة تقاليد مالنا من زمان، يعني ندعو لهم بالغفران بالرحمة إن شاء الله، الله يرحمهم ويرحم أمة محمد إن شاء الله. بس والله شفنا يعني شوية يعني ناقص الخدمات المقبرة، خاصة يعني مقبرة التلفزيون، خدمات من ناحية إنه تبليط يعني ما بيها، بالشتاء ما نقدر يعني صعبة يعني نقدر ندخل عليها، والله من وراء الوحالات يعني وما أصر، يعني مثل ما تقول تبليط ماي، يعني هسه عن تطلع ترى من الفجر من الليل تطلع على المود تفوت هنا على المقبرة من الزحامات، همينا فوت مرة عن الزحام وعي، نطالب شوي انه تبليط عن الشارع، ماي وصلوا له ماي، يعني شوف المقابر بغير دول تروح عليه عبالك رايح مثل ما تقول، يعني حتى تقول فايت على بيت زمان تقول فايت على مقبره.